السلام عليكم، يعطيكم العافية شباب وصبايا الصف التاسع. اليوم إن شاء الله رح نبلش سوا بالوحدة رقم 7، وهي الوحدة الأهم والأسهل في هذا الكتاب. سبق وحكيت لكم عن هاي الوحدة، الوحدة السابعة نسبة ثلاثية في بداية العام الدراسي. قلت لكم إنه كل الوحد كوم، وهاي الوحدة كوم تاني تماما. كتير سهلة وكتير حلوة وأسهل من بقية الوحد، بس جدا مهمة. ليش مش مهمة؟ تستعملها كتير بالصف العاشر رياضيات، وكتير بالفيزياء. يعني حيصير لقدام عندك كتير مهم بالفيزياء تعرف الجيب والجتا والظل. دردشنا شوي على الخفيف فيها أيام الدوام، بس اليوم رح نتعمق فيها أكتر. رح تشوف إنها الوحدة جدا سهلة، بدك تستعمل شوي خيالك لأنها كتير يعني فيها هيك خيال شوي خفيف، بس حلوة جدا. رح نتعلم القوانين، رح أحفظك إياهم بطريقة إنه تضلك متذكرهم على طول، لأنهم كتير مهمين زي ما قلنا بالفيزياء بالعاشر وبرياضيات العاشر، وطبعا بالعلمي ان شاء الله. اللي بده يطلع علمي لازم جدا مهم يكون متمسك، يعني دارس هاي الوحده كتير مزبوط بالتوجيه العلمي وبالاول ثانوي علمي كمان. اليوم درسنا حيكون جيب الزاويه الحاده. طبعا اذا تلاحظ عندك جيب الزاويه الحاده وجيب تمام الزاويه الحاده، الجيب اللي هو نفسه الجيب، جيب تمام يعني جتا، ظل الزاويه الحاده. العلاقة بين هدول النسب المثلثية حل مثلث قائم الزاوية وزوايا الارتفاع والانخفاض. جدا سهلين وجدا حلوين، ورح تشعر في متعة في هاي الوحدة. اليوم الدرس الأول حيكون اللي هو جيب الزاوية، جيب تمام، جيب الزاوية الحادة. من خلال شرح هاي الوحدة شباب يعني رح أفوت على جيب تمام الزاوية، مش رح ندمج درسين مع بعض، بس فكرة الدرسين بتنعطى بطريقة يعني بقدر أعطي الفكرتين مع بعض. جيب الزاوية الحادة حنفوت فيها ونغوص وعلمك كل إشي بدك إياه فيها، وبنفس الورقة اللي رح ندرس عليها ونفس الرسمة رح أفوتك على جيب تمام الزاوية الحادة، لأنهم التنين نفس الأفكار. أول شيء معلومة بدك إياها تحطها بجيبتك وكتير قوية، النسب المثلثية فقط لمثلث قائم الزاوية. وقبل ما نفوت بالضبط ونغوص في المادة بدي أذكرك، أنت أكيد متذكر وأنت أكيد عارف كل قصص وحكايات مين المثلث قائم الزاوية. تعال ندردشهم للناسات اللي ناسي الموضوع. هذا اللي قدامك عبارة عن شو؟ مثلث قائم الزاوية. تعال ندردش عنه شغلات هيك على السريع. مثلث قائم الزاوية فيه زاوية قائمة. شو يعني قائمة؟ يعني 90 درجة. فيه زاويتين غير القائمة، مجموع الزوايا المثلث بشكل عام 180. فإذا هي كبير هاي 90، الألف وجيم مع بعض شو مجموعهم؟ 90. أخذنا بسابع ونشلينا وإحنا بناخد في سابع، الزاويتان اللي مجموعهم 90 يسمى زاويتان متتامتان. اللي مش عارفها يوقف الفيديو ويكتبها هاي المعلومة. الزاويتين اللي مجموعهم بيكون 90 درجة بيكون اسمهم زاويتان متتامتان. فإذا قلت لك إيش عن زاويتان متتامتان أو أعطيني زاويتان متتامتان، هم زاويتين مجموعهم 90. ألف وجيم أنت عندك إياهم هون خاوة 90. ليش؟ لأن المثلث كله بعضه 180. إذا بقى لحالها أكلت 90، ألف وجيم حيكونوا إيش خاوة؟ مجموعهم 90 درجة. تمام؟ طيب كمان ندردش. الزاوية 90 اللي هي أكبر زاوية بالمثلث تقابل أطول ضلع بالمثلث، حكيناها في صف الثامن. فهذا الضلع هو عبارة عن أطول ضلع في المثلث. شو منسميه كبير؟ منسميه وتر. فهذا الضلع شو اسمه؟ اسمه وتر. ايش الاسم تاني؟ بسميه ألف جيم، يا بسميه وتر. هذا الضلع شو بسميه؟ جيم با. الضلع شو بسميه؟ ألف با. بقدر أجيب الوتر من خلال المتطابقة الحجة فيثاغورس. خلطة فيثاغورس بتقول الوتر تربيع، بساوي الضلع الأول تربيع زاد الضلع الثاني تربيع. ماما طول الفيديو أنا عم براجعك مراجعة، أي شيء أنت مو عارفه الله يرضى عليك بتوقف الفيديو بتسجله. تمام؟ أنا ما أفترض أنه كتابك ودفترك معاك ألمك وخربوشاتك، خربش معاي. إذن الضلع ألف با ألف جيم هو أطول ضلع في المثلث هذا، وإحنا منسميه وتر لأنه يقابل أكبر زاوية في هذا المثلث وهو با. تمام؟ طيب مس يلا هلأ خلينا نفوت. هلأ أنت متذكر كل الشغلات اللي بتخص مثلث قائم الزاوية، تعال نفوت ونغوص كمان. كتير حنحكي على الناس ما بتقابل اللي جابها فاضي وإجت الجارة على الجارة. شو هدول؟ الغاز؟ الغاز. يلا الضلع با جيم، جيم با، با جيم. إيش اسمه؟ مس اسمه الضلع با جيم أو جيم با. طب مس في له ضلع اسم تاني؟ له اسم تاني. هذا الضلع إحنا بنسميه مقابل للزاوية ألف.
إذا هذا الضلع له اسم، شو اسمه؟ اسمه مقابل الزاوية ألف. طب هذا الضلع اسمه مقابل الزاوية مين؟ جيم. إذا هذا الضلع اسمه مقابل الزاوية مين؟ مقابل الزاوية جيم. في أسماء تانية؟ لا خلص، هذا اسمه ألف جي ألف باء ومقابل للزاوية جيم، وهذا اسمه جيم باء مقابل للزاوية الحجة مين؟ ألف. إذا ألف من الضلع اللي قبالها؟ هذا الضلع. من الضلع اللي جنبها؟ هذا الضلع. من الضلع اللي جنبها الثاني؟ الوتر. الوتر عرس وريشة، عريس، سيبك منه. تمام؟ إذا هذا الضلع مين المقابله؟ جيم باء. حلو؟ طيب شو يعني جيب الزاوية الحادة؟ هي عبارة عن نسبة. نسبة يعني عبارة عن بسط على مقام، النسب اللي كنا ناخدها في سابع، رقم على رقم، طول على طول، فبنشبه بيناتهم نسبة. تمام؟ ليه سميناها زاوية حادة؟ لأنه أنا ما بقدر أحسب جيب أو الجيوب اللي بدنا ندرسها يجيب للزاوية ألف وجيم، وإحنا اتفقنا ألف وجيم زوايا حادة. ليش؟ لأنه أنت 90، فأنتوا التنتين مجموعكم 90، يعني أنتوا التنتين بالضبط 90، يعني أنت لحال تحت 90 وأنت لحال تحت 90، فالزاوية اللي تحت 90 بتكون حادة. هي بسطت لك إياها جدا. جيب بقدر أكتبه يا أمي بطريقة تانية. الجيب كيف بنكتب معنا؟ يقرأ جيب ويكتب جي جا، يعني الجو ألف. إذا الجيب بنقرأ معاي جيب بس بكتبه جيم وألف، فبصفي عندك جا. تمام؟ تو إنجليش بيكون ساين. بالإنجليش اسمه شو؟ ساين. نقرأ ساين. رح أعلمك على الآلة الحاسبة كيف تستعمله علشان ما تغلب مسة الفيزياء السنة الجاي. تمام؟ إذا بالإنجليزي ساين، ساين يقرأ جيب ويكتب جي. فأنا لما بدي أطلب منك جيب الزاوية ألف بكتب جي ألف. هذا شو يقرأ؟ جيب الزاوية ألف. تمام؟ لو بدي جيب الزاوية جيم بقول لك جيب الزاوية جيم. فإحنا عنوان الوحدة نسب مثلثية. شو معنات نسب مثلثية؟ يعني نسبة، بسط ومقام. فجيب الزاوية ألف يساوي المقابل، يعني طول الضلع المقابل، طول الضلع المقابل للزاوية ألف على مين يما؟ على الوتر، لأنه اتفقنا أن الوتر عريس، وأكبر إشي موجود عندي إياه وين؟ بالمثلث قائم الزاوية اللي احنا بندرسه. إذن طول الضلع المقابل للزاوية ألف هو عبارة عن الوتر على مين؟ طول الضلع المقابل للزاوية ألف على الوتر. يعني أنا لو بدي أفصل لك إياها كمان، شو طول الضلع المقابل للزاوية ألف؟ اسمه شو؟ اسمه با جيم. يعني طول الضلع با جيم على الوتر. شو اسم الوتر عندي إياه؟ عندي إياه اسم الوتر ألف جيم. ونفس الحكي لجيب الزاوية مين؟ جيم. جيب الزاوية جيم المقابل على الوتر. طلع عندي هون هي الزاوية جيم، ايش مقابلها؟ مقابلها هاد، يعني ألف باء على مين؟ ألف باء على الوتر. كمان مرة هون جيب الزاوية جيم شو رح يكون؟ رح يكون مقابل الزاوية جيم، الضلع المقابل الزاوية جيم على مين؟ على الوتر. شوف صرنا نختصر الحكي، كنا هنكتب طول الضلع المقابل لألف، خلص مقابل الزاوية جيم على الوتر. شو مقابل الزاوية جيم؟ الضلع ألف باء. إيش الوتر عندك إياه؟ عندك إياه ألف جيم. خلص الدرس هيك، الدرس خلص، روحت يا مس، الدرس هيك تمام وخلص. هلأ لقدام بس بدنا نغوص كمان بالأفكار وبالدروس. تمام؟ تمام يا أمي. هاي هيك إحنا خلصنا جيب الزاوية الحادة. إذا كيف بطول جيب الزاوية الحادة لأي مثلث؟ أنت بتقدر تطول جيبها من خلال إنه بتطول الزوايا الحادة. من عندك زوايا الحادة هون ألف وجيم، فأنت بتقدر تطول جيب الزاوية ألف، بتقدر تطول عندك جيب الزاوية جيم المقابل على الوتر. شو اللغز اللي حكيت لك إياه عشان لقدام ما تنساش؟ المقابل مرتبط بالجيب. فشو إحنا بنحكي مقولة الناس ما بتقابل اللي جيبها فاضي؟ وقف الفيديو وسجلها. الناس ما بتقابل أو بتقابل الجيب فاضي. العالم بتقابلش اللي الناس الطفرانة، بس إحنا ليش بنحكيها؟ مقابل وجيب فاضي، فأنت بتربط كلمة جيب بمقابل عشان ما تنساها. حلو؟ أنا كنت محضر حالي إني أنا أشرح لك جيب التمام، لأنه نفس الحكي هاد، بس بديش خلينا نتعمق هون بجيب الزاوية الحادة تتمكن منها صح، بعدين منطر أنا وياك على اللي هو
جاب التمام. طبعا احفظ هاي الرسمة، الدرس الجاي جاب التمام بتكون نفس الرسمة هاي، بس اللهم راح اقيم المقابل والمقابل، برجع عشانك يعني نرجع نرسمها كمان مرة. تمام يلا هلا هاي عرفنا، تعال انا وياك نروح على مثال 7-1 صفحة 71. اذا انا وياك هلا راح ندرس مثال 7-1 صفحة كام 71. لا تفتح، خليك معي هون. المثال بحكي لك زي الرسمة هاي بالضبط، بس معطيني المعطيات التالية، كاتب لي انه هذا الضلع طوله 12 سنتي، ومعطيني انه هذا الضلع طوله 9 سنتي. حلو. هلا انت طالما ما بتعرف الجيب، شو اشياء بتقدر تطلعها من هون؟ قال اكبر سؤال الشيكن ويل بسألك اياه شو طول الوتر. يعني انا اذا انت مو ماخذ درس الجيب بقدر اسالك شو طول الوتر من نظريه دخلته في فيثاغورس بنطلعها. الشغلات اللي طالبها، طلع صلي على النبي، طالب اول شيء الوتر، جد ما يلي، اول شيء بده الوتر. تاني شيء طالب مني اطول، وين المثال؟ ضاع المثال يمس، هيو. طالب مني اطول الف جيم، مين هو الف جيم؟ اللي هو الوتر صح، الف جيم طالب نوجده، وطالب مني كمان اطول جيب الف، طلع هو كاتبها بس هيك، انت شو بتقراها؟ جيب الزاويه الف، وطالب مني يا امي جيب الزاويه، جيب الزاويه جيم، وطالب مني اخر طلب ما راح اكتبه هلا. المهم طالب مني هدول الشغلات، اخر طلب بديش اكتب لك اياه هلا. حلو يلا كيف بدنا نطول؟ اذا اول شيء طالبه مني، نحل ورقه ثانيه، اول شيء طالبه مني انه اطول جيب الوتر اول. يلا يلا بدنا نطول، احنا اول شيء قلنا شو بدنا نطول؟ الوتر، الوتر بطوله من خلال نظرية مين؟ نظرية خالته فيثاغورس. فيثاغورس بقول الوتر تربيع بساوي الضلع الاول، ومش ضلع، هو طول الضلع الاول تربيع زائد طول الضلع الثاني شو ماله؟ تربيع. تمام يلا الضلع الأول قديش أعطاك إياه؟ 12 سنتي تربيع، زائد الضلع الثاني قديش؟ هيو 9 سنتي، مبين معك هون 9 سنتي يما تربيع، يعني 144 زائد 81 وتساوي 225. هذا مين؟ هذا الوتر تربيع. طب بدي الوتر عادي، هو قال لك وتر عادي اللي هو جذر 225 يعني 15. خلصت الفرع الأول ماشي. طيب شو طالب مني هون الفرع الثاني؟ شو بده؟ بده جيب الزاوية ألف. يلا بقول قانون بحكي جيب خالته ألف بتساوي المقابل للزاوية ألف على الوتر. مين هو المقابل؟ هو طول ضلع. مين هو الوتر؟ هو طول ضلع. تمام، بس احنا طول الضلع المقابل للزاوية ألف، خلاص نختصرها بالمقابل ألف. يلا هاي عندك الرسمة هون، مين بيقابل الزاوية ألف؟ هذا الضلع. شو طوله هذا الضلع؟ 12. منطير هون شو منقول؟ 12 على الوتر، الوتر قديش طلعناه؟ 15. خلص السؤال يا وي ما صعبه. طالب منك جيب الزاوية جيم. تمام، جيب الزاوية جيم هو مقابل الزاوية جيم على الوتر. يلا الرسمة هون، هي الزاوية جيم، شو مقابلها؟ 9 على الوتر. قديش الوتر؟ الوتر طلع معنا 15، فجيب جيم هو 9 على 15. طبعا شباب انا في شغلات كتير لازم اغوص لك اياها، انه ليش جيب ومنين اجى الجيب وليه سموه جيب وهي الشغلات، بس تتمكن من المادة صح بحكي لك اياها. وحتى انت حاليا عبما ابث لك الفيديو الثاني والثالث والرابع، دور افتح اسأل ليش سموه جيب، منين اجى اسم الجيب، منين اجى اسم الجتا، لانه قدامي كتير رح تتعامل معه. فانا هلا احنا الاهم، الاهم ان انت تفهم هاي الشغلات، بس حلو تعرف ليش اسمه جيب، وكمان اربط يعني ليه قال النسب المثلثيه. انا غششتك اياها، لانه الجيب هو عباره عن طول على طول، فهي اسمها نسبه، طول على طول نسبه، عشان هيك اسمه نسب مثلثيه ولا زوايا حاده، غششتك اياها. فاتعمق يعني، ما تخليني احكي مثلا شغله انه بس انت تحفظ اشياء وتمشي عليها، تعمق بالسؤال هاي ليش هيك. واي شيء شباب ابعتوا لي. تمام هاي هيك خلصنا السؤال. هلا طالب منك بالفرع الرابع، هيك احنا خلصنا هدول. الفرع الرابع طالب منا طلب انا ما كتبته، الطلب هذا كتير حلو. شوف شو طالب،
بفرع الرابع من المثال اللي هو صفحة 171 بس بدون 100، بقول لك جد جيب تربيع الألف زائد جيب تربيع الباء الجيم. الطالب الذكي حاليا هو عم بدرس، يعني في هلا خطر لي كم من اسم طالب حيسألوا سؤال انه احنا ليه ما جبنا سيرة جيب الزاوية باء؟ مش لانه ما إلها جيب، لو قدرنا لما تتعمق حتعرف انه إلها جيب، وكمان جيبها واحد، حتحفظها بالعلمي، حتشلنا وانت تحفظ العلمي الزاوية 90 شو جيبها وشو جتاها. بس لانه هون انت بتحكي عن زوايا حاده، هاد لا يعني انه هاي الزاويه ملهاش، بس احنا عبما يعني خليك تتمكن من الف وباء، بعدين بنطرح عليك جيم باء الف وجيم باء. الوتر المقابل لها الوتر على نفسه الوتر، الوتر على الوتر واحد. حلو، طبعا في اكتر من طريقه وبالعلم كتير بتغوص فيها، بس حاليا احنا بدنا نهتم بس بالف وبجيم. طالب مني الفرع الرابع جيب الزاويه الف تربيع زائد جيب الزاويه باء جيم تربيع. كيف نطلع الألف جيب تربيع الألف وجيب تربيع الباء؟ صلي على النبي، في شغلات كتير بس تكبر بتجنننا فيها. من هاي الشغلات انه انت ما التربيع هذا للجيب مش للزاوية، التربيع هذا للجيب مش للزاوية. حلو، هذا السؤال انت بتشوفه بالنظرة الاولى كتير سهل، بس بجيب الزاوية ألف طلعتها 12 على 15 تربيع زائد 9 على 15 كلها تربيع لأنه طالب تربيع، جاب تربيع، أنا جاب العادي بربعه، وتساوي 144 على 225 زائد 81 على 225 وتساوي 225 على 225 وتساوي 1. هاي معلومة كتير قوية، جاب تربيع الزاوية زائد جاب تربيع الزاوية المتممتها، ما هم ألف وجي متممات لبعض. ليش متممات بأول فيديو قلنا؟ لأنه مجموعهم 90. فجيب تربيع الزاوية مع جيب تربيع متممتها دائما بيساوي واحد. هذا السؤال موجود في واحد دغري، يعني حال الفرع أربعة المثال عندك هون، جيب لك الكتاب عندك شوف حاله مش زينا، كاتب دغري يساوي واحد. ليش؟ أقولكم شباب ليه؟ ركز معي. هلا صح فيثاغورس بتقول الضلع الأول تربيع زاد الضلع الثاني تربيع تساوي الوتر. حلو، لما انا بقول لك جيب تربيع الزاويه زائد جيب تربيع الزاويه المتممه إلها، طب ما هدول الزاويتين شو مقامهم؟ الوتر الوتر. الوتر من وين اجى؟ لما ربعت الزاويه هاي وربعت الزاويه هاي، هي عمك فيثاغورس، لما تربع الزاويه الاولى الطول الطول الاول وتربع الطول الثاني بالطول الوتر. طب ما الجيب شو اصله؟ الجيب اصله ضلع الاول على الوتر والضلع الثاني الجيب الثاني على الوتر. طب ما تربيع هاي لحال وتربيع هاي لحال من طول منه مين؟ من طول منه الوتر. فانت لما تربع هدول التنتين وتربع هدول التنتين، الباسط هيو الباسط عبارة عن ايش؟ ألون لك ياها. هذا الباسط التربيع والتربيع عبارة عن شو يا امي؟ ما دام منه جبت الوتر انا، هي من هون لما ربعت ال 12 وربعت التسعة جبت الوتر، فانت لما تربع ال 12 وتربع التسعة مجموعهم رح يطلع الوتر، وانت اصلا عم تقسم على الوتر، فانت هون تربيع الوتر وتربيع الوتر بالإشي الجمع بينزل الوتر نفسه، يعني هون جمع وهون جمع بالمقام لما نجمع بينزل مقام واحد، فحينزل معك وتر واحد اللي هو 225 تربيع، تربيع الوتر. وانت اصلا البسط عبارة عن شو؟ بسط عبارة عن طول الأول تربيع زائد طول الثاني تربيع، فمجموع ال 12 تربيع زائد التسعة تربيع بتعطيك مين؟ بتعطيك الوتر مربع، صح؟ إذا التس 12 تربيع زائد التسعة تربيع بتعطيك الوتر مربع. طب أنت أصلا بالمقام في عندك هون وتر مربع زائد وتر مربع، شو بيعطيك؟ لأنه أنت بالمقام بتنزل وتر واحد مربع، فوتر مع وتر شو بيصير فيه؟ بروح. إذا عشان هيك قلت لك هاي فيها شوية خيال، تقدر تجاوبها بالطريق زي ما انا جاوبتها. هاي جواب الطلاب الضعاف، جواب الطلاب الشطورين بقول لك يا مس جيب الزاويه الاولى هي عباره عن طول الضلع الاول على الوتر، جيب الزاويه الثانيه الضلع الثاني على الوتر، لما بربع الضلع الاول وبربع الضلع الثاني مجموعهم حيكون معك وتر، وبما انه انت في عندك وتر بالمقام فالمقام ما بنجمع بنزل وتر واحد، والبسطين لما جمعتهم طلعوا وتر، فجاوبك شو بيطلع؟ واحد. ما فهمتش احفظها، جيب تربيع الالف زائد جيب تربيع الزاوية المتممة بشرط ألف وجيم يكونوا متممات. شو يعني متممات؟ يعني مجموعهم 90 في المثلث. حلو؟ فأنت أي مثلث، نرجع للمثلث هذا، جيب هذا تربيع
زائد جيب هذا تربيع بيعطيك مين؟ واحد. تمام؟ جيب هذا تربيع زائد جيب هذا تربيع واحد. أبو شلت لك جيب هاي لحالها شو بتطلع كمان؟ واحد. حلو؟ هاي إحنا هيك خلصنا هذا المثال. هلقيت بدنا نطير على تدريب 7-1. هنطير أنا وياك على تدريب. شو اسمه التدريب؟ تدريب 7-1. يلا. تدريب 7-1، شو بيقول هذا التدريب؟ بحكي لك احسب الجيب، اجيب لك تشوف، احسب جيب الزاوية سين في كل من المثلثات التالية. شوف كيف بنقرأ جيب سين في كل من المثلثات التالية، بحكي لك من هي سين. فهون عين لك سين، ليش منخربش هذا القلم، عين لك هاي سين. تمام؟ بدي تطلع جيبها، شو جيبها؟ الزاوية الضلع المقابل. يا مركز، هذا شو اسمه؟ هذا اسمه وتر. بس شو عرفك انه وتر؟ لانه مقابل للزاوية القائمة، فانت اسمك وتر. خلص بنضب سين هي مقابلها. فمباشرة انا ليش خربشت على الورقة هي هون؟ ايش جيب الزاوية سين؟ جيب الزاوية سين يساوي المقابل للزاوية سين على الوتر، صح؟ ايش المقابل؟ 6. ايش الوتر؟ 10. يما ما صعبه، 6/10. حلو؟ روح هون، هاي الزاوية 90، هاد شو اسمه؟ هذا اسمه وتر. هاي الزاوية سين، بدك المقابل على الوتر. يه الوتر مش معاي، كيف بطوله؟ نظرية فيثاغورس. إذا هذا الفرع بده شوية شغل بس مو كتير، من نظرية فيثاغورس بتطلعها وبتقسم 4 و4 وهي الوتر. حلو؟ خربش لك يا هون، تعال. إذا هون شو بدنا نقول؟ بدنا نطلع الوتر، لأنه إحنا الوتر ما بنعرفه، فمنقول الوتر هو عبارة عن طول الضلع الأول تربيع زائد الضلع الثاني تربيع. الضلع الأول شو اسمه؟ 4 سنتي. الثاني شو اسمه؟ 4 سنتي. ف16 زائد 16 كام؟ 16 و16، 10 10 20، 32. هذا مين يما؟ هذا الوتر تربيع. بس أنا بدي الوتر العادي، باخد الجذر، فصف الوتر العادي بيساوي جذر ال 32، صح؟ برجع على السؤال، جيب الزاوية سين بيساوي مقابل الزاوية سين على الوتر، صح كلامي؟ يلا، شو المقابل للزاوية سين؟ هي الزاوية سين، إيش مقابلها؟ مقابلها 4، فصار 4. قديش الوتر؟ جذر 32. عادي تضل هيك؟ عادي، ما في مشكلة. افرض قلت لك ما بدي جذر بالمقام، دربنا عليها بالوحدة اللي قبل هاي، قلنا اشي اسمه انطاق المقام، تقيم الجذر من المقام. شو بعمل؟ بضرب جذر 32 جذر 32، بس يعني ما بهمني. هيك انت صحيح، هيك انت كامل حلك. حلو؟ روح الفرع الاخير، بدي مقابل، بدي جاب الزاوية سين، زاوية سين مقابل، بس هون في اشي، ركز، اصفن لي في الرسمة هاي. صفنت فيها، ارجع اصفن كمان. هاي صار رسمة ماما. تمام؟ هذا المثلث بقدر أطول جيب الزاوية سين؟ أبداً لا، مستحيل. ليش أبداً لا ومستحيل؟ لأنه المس حكت لي النسب المثلثية بتكون لمثلث قائم الزاوية، وهذا ليس مثلث قائم الزاوية، هذا مثلث قائم ضلعين، متطابق ضلعين، عفواً متطابق ضلعين. فإذا هذا المثلث أنا ما بقدر أدرس له. طب شو أعمل عشان ندرس له؟ لازم نخليه قائم. كيف بيصير قائم؟ نسقط عمود من هون لهون، بحيث العمود، شوف شو قلت، عمود، بكون عمودي على هاي الضلع، بالتالي بقسم هذا الضلع. كيف؟ تعال نرسم. تمام، هيني رسمت لك إياه. حلو؟ يا هاي هيك ارتسم معك، هاي 8 سنتي. شو اللي عملته؟ اللي عملته بس شباب إني، عفوا، اللي عملته بس انه شباب صورت لك شو؟ اسقطنا عمود من رأس القائم من الزاوية فوق لتحت. شو قلت لك؟ عمود. لما يعني عمود يعني بينزل هون قائم الزاوية، وشو بيعمل كمان؟ بنصف هاي. فبما انه هاي 8، هاي بتصير 4 وهاي بتصير شو؟ 4. بس ليش عملنا هيك؟ لانه ما بقدر اطول لا جيب ولا جتا ولا ضرب ولا ضطبة ولا اي اشي من نسبة مثلثية الا المثلث قائم الزاوية. لاذا نزلت انت هون خط، هذا الخط ما بتستفيد منه شيء، لانه ما راح ينصف هاي وما راح يكون عمود. بس اذا انت نزلته عمود، عمود اكزاكتلي عشان يكون 90 هون بالضبط، خاوة عليه لازم ينزل بنص الضلع هاي، بنص هاي الضلع. اذا نزل هون بالنص حيكون قائم 90، بس اذا نزل مش بالنص مثلا هيك،
ما حيكون قائم هيك، ما حيكون قائم. إذا مال شوي لهون مش حيكون قائم، فعشان ينزل قائم بالضبط عمودي رح ينصفها، فأنا بستفيد إنه نصفها، بستفيد إنها صار شو ماله عمود. إذا هاي الضلع، هاي زاوية قائمة، هذا شو صار اسمه؟ صار اسمه وتر. إذا بدك تطلع هذا المثلث عادي، هاي برضه زاوية قائمة، هاد شو بصير اسمه؟ هذا بصير اسمه برضه وتر. فأنت حر بتستعمل بدك إياه، بس بما إنه هاي سين برضه هاي خاوة شو رح تكون يمه؟ سين، لأن زوايا القاعدة بما إنه أنت هدول الضلعين متساويين، زوايا القاعدة متساوية، فبما إنه هاي سين هاي سين، تمام؟ بس بما إنه حط لك سين هون، هو اعتمد إنه سين هون، خلص. سين هون هاي طولها 4 وهي طولها 4، والوتر طوله 5، ماشي يا ماما؟ مثلث مشهور، مفروض حالك أنت عارف تحسب إيش القيمة اللي إله، تمام؟ يلا كيف بدنا نحسبها؟ احكي معي. بما إنه أنت 90، جيب الزاوية سين اللي هو طالبها، جيب الزاوية سين اللي هو طالبها، هي عبارة عن المقابل لإله. شو المقابل؟ هذا الضلع. إذا المقابل للزاوية سين على مين؟ على الوتر. طب أنا الوتر بعرفه، هيو الوتر هيو بعرفه، بس هذا الضلع ما بعرف شو طوله. كيف ننطول هذا الضلع؟ هات الضلع هذا نسميه مثلا، إيش بتحب نسميه؟ نسميه واو، بنحب إحنا حرف الواو، فبدنا نسمي الضلع هذا مين؟ واو. كيف بدك الطول واو؟ تعال نقول من نظرية فيثاغورس بتقول الوتر تربيع بتساوي الضلع الأول تربيع زائد الضلع الثاني تربيع. الوتر عندك إياهن كام؟ 5، فبصير 25 تساوي الضلع الأول عندك أنت 4، يعني 16 زائد الضلع الثاني اللي هو واو تربيع. معادلة خطية، يلا مش خطية تربيعية، بس إنه مجهول واحد ناقص 16 ناقص 16، فبتصير 9 تساوي واو تربيع، واو شو بتساوي؟ 3، تمام؟ حلو شباب؟ إذا 3، أصلا هذا المثلث أنت عارفه مشهور، 5 × 4 × 3. هل أنا عارف في كم من واحد يعني هيك بقعد يسألك كيف واو 3؟ والله هو بالمنطق والرسم مش منطق هي تكون 3 وهي 5 وهي 4، هلا هي 5 أوريدي حلوة، بس هلا هاي من هون لهون 4 وهي كلها 3، معلش المهم إنه الأرقام صح، سيبك من الرسمة، المهم إنه أرقامك صح، حلو؟ يلا تعال هون، صار المقابل لزاوية سين اللي هي واو، قديش طلعت معي؟ واو 3، فصارت 3 على الوتر، قديش هو الوتر؟ 5. هيك السؤال شو ماله؟ خلص. شباب المادة والله كتير سهلة وكتير حلوة، بس إذا ما جربت بإيدك وتنازلت وتكرمت عطوفتك تمسك القلم وتحل بإيدك مش حيزبط أبدا. يعني أنا مني ومنك أول شي بتعمله افتح الفيديو واحضره، حلو؟ وخلي معك قلم سجل الشغلات اللي هيك القوية، حلو؟ بعدين ارجع عيد الفيديو وانت فاتح دفترك وعم تنقل، بس ما تنقل من اول مرة، لا تمسكش قلمك وتنقل من اول مرة، مش حتكون فاهم، حتكون بس بتنقل ورح تزهق. فانت شو بتعمل؟ اول شيء احضر الفيديو واستمتع انك انت تفهم، بس تفهم المعلومات اللي انا بدي اياها. اذا في معلومة انا كتاب حكيتها قوية انت ما كانت خاطر لك سجلها، لانه اذا ما سجلتها رح تنساها. تاني مرة عيد الفيديو شو تعمل؟ امسك قلمك ودفترك ومسطرتك وبلش ارسم معاي وحل معاي زي ما انا بحل، تمام؟ ضروري بإيدك شباب، ضروري ضروري، حلو؟ هلا ضل عنا شو؟ ضل عنا تدريب اللي بعد التدريب الأول اللي هو التدريب الثاني. التدريب الثاني اللي هو صفحة أتوقع 72 صار، تعال نشوف صفحة 72، تدريب 7-2. كتير حلو السؤال، بس زي فكرة هذا نفس الفكرة، تمام؟ وضل أحكي لك عصان، خلص تمام. إذا خلينا نروح على التدريب هالآتي، مين؟ تدريب 7-2، يلا معي. وصلنا لغاية تدريب 7-2، تدريب 7-2 قلنا كتير بيشبه المثال اللي هو تدريب 7-1 اللي هو هذا المثال اللي أنا أسقطت منه عمود، تمام؟ فتدريب 7-2 ومثال 7-2، شايف بقول لك في التدريب 7-2، يعني نفس الرسمة هون وهون، رح نحل كمان شغلة. كتير مهم شباب تعرفوا إنه 70% من مادتك حاليا، 70% من هاي المادة معلوماتك عن المثلثات. إذا أنت بتعرف عن المثلثات كتير منيح وفاهمها صح ومتذكر كل القوانين اللي أخذناها في سابع، أنت بتكون ماشي معي تمام. مثلا عندك هذا المثلث، اسم هذا المثلث ألف باء جيم، اسمه ألف باء جيم. حكالي هو من السؤال إنه متطابق الأضلاع، تمام؟ هلا أنت اسمع الفيديو كامل، حل التدريب كامل معاي، ما تكتبش إشي بس ركز معاي. أنا قلت لك إنه هذا المثلث متطابق الأضلاع، يعني هذا الضلع بيساوي هذا الضلع بيساوي شو؟ هذا الضلع، هذا الضلع كله نفس هذا الضلع نفس هذا الضلع نفس الأطوال. طب مس هاي المعلومة القوية، أنا إيش بستفيد منها؟
بستفيد منها شباب لما بقول لك مثلث متطابق الأضلاع، إذا جميع زواياه متساوية وتساوي 60. ليه كلها متساوية وتساوي 60؟ لأن الأضلاع متطابقة. بالثامن أخذنا الضلع الكبير بقابل الزاوية الكبرى والضلع الصغير بقابل الزاوية الصغرى. طب ما إنهم متساويين يعني إحنا إنه الثلاث زوايا هدول متساويات، إذا ألف كاملة كليتها ألف قديش مقياسها؟ 60. جيم كليتها 60، باء كليتها 60. اللي بيسأل حاله ليش 60؟ حبيبي روح ارجع على سابع وثامن، انت مش متذكر اشي. 60 لانه المثلث متطابق الاضلاع، زوايا متطابقة وتساوي 60، لانه 60 مع 60 مع 60 180، مجموع زوايا المثلث 180. فاذا قديش قياس الزاوية الف كاملة؟ ماما الف مجزأ منها ميم وها، بس انا بدي الف كاملة 60، جيم كاملة 60، باء كاملة 60. اسقط عمود من الف الى الضلع باء جيم. بما انه عمود بينشأ هون زاوية شو مقدارها؟ 90 درجة. وبنصف الزاوية هاي وهاي، يعني ميم وها متساويتان، لأنه شو نصفت هاي الزاوية. العمود النازل هون أخذناه بتامن له خصيتين، بقسم الزاوية ألف لقسمين متساويين، وبينزل عمود على هون بنصف الضلعين هدول. يعني هذا الضلع هلأ صار يساوي هذا الضلع، وهاي الزاوية تساوي هاي الزاوية. إذا هاي كلها 60 قديش هاي بتطلع؟ مبينة هاي بتطلع معك 30، وهاي بتطلع معك كبير 30. تمام؟ هلا هاي 60 كيف نتاكد انه صح؟ ها لحالها، لو بدي اعمل التعامل مع هذا المثلث لحاله، هذا المثلث شو اسمه؟ ها دال، حتى نصها لدال مع با، تمام؟ او دال كامله، ها دال با، هذا عباره عن مثلث قائم الزاويه، هاي قياسها 90 وهي 60، عرفنا 60 لانه متطابق اضلاع، ف 60 و 90 و 30 180، شغلي صح 100%، حتى هون هاي 30 بما انه انت 90 يعني انت برضه حتكوني 90 لانه كامل 180، فهو نازل العمود من الجهه هاي من الجهه هاي، فانت عندك 60 30، هذه 30 ميم، وهون 90 وهون 60 برضه 180. طب شو ضل المعلومات نعرفها؟ ما قال لي انه تطابق اضلاع، خلص ما بقدر اعرف اطول اضلاع، بس انا بقدر اعرف زوايا. طب شباب لو قلت لك ما هو جيب الزاويه ها؟ تحكي لي جيب الزاويه ها شو بساوي؟ بيساوي المقابل على الوتر، صح؟ هي المقابل على الوتر. طب انا لا عندي مقابل ولا عندي وتر، خلص انت بس هيك عرفت القانون. بقدر بهذا المثال بدي اعلمك شغله، بدل ما تكتب الزاويه ها تقدر تكتب جيب الثلاثين بيساوي المقابل على الوتر. ليه؟ لان الزاويه ها اسمها 30، فخلص بدل ما احط جيب الزاويه ها بحط جيب ال30. كم جيب ال30؟ المقابل على الوتر. بس بما انه هو ما اعطاني اطوال اضلاع، يعني انا ما راح اقدر اطلع لك قديش الجيب بالضبط لانه هو ما اعطاني اطوال اضلاع، بس انا بقدر احط لك بس القانون. طيب التدريب ايش بده؟ بده قياس الزاويه الف وباء وجيم طلعناها، بده قياس كل من ميم وها طلعناها، بررنا اجابتنا ليش. هلا انت على دفترك بتحلهم، تمام؟ ماذا تلاحظ على أطوال الأضلاع المتناظرة وقياس الزوايا المتناظرة في المثلثين ألف باء ألف دال باء ألف دال جيم؟ الزوايا المتناظرة متساوية 30-30 90-90 60-60، الأضلاع المتناظرة متساوية. هذا الضلع في المثلثين، في المثلث هذا والمثلث هذا، هذا الضلع متساوي لأنه هذا الضلع نفسه هون ونفسه هون، هذول الضلعين متساويين. ليش؟ لأنه هو متطابق أضلاع أصلاً. هذول الضلعين متساويين قلنا ليش؟ لأنه هذا الضلع اللي نزل قسم با جيم، نزل بالنص فقسم الضلعين للضلعين متساويين، فصارت هاي تساوي هاي وهاي تساوي هاي وهذا بالنص متساويين. إذا الزوايا المتناظرة متساوية والأضلاع المتناظرة متساوية يا كبير، تمام؟ هلا لما تخلص فيها مادة التدريب تفتح دفترك وبتصير تجاوب الأفرع ألف وباء وجيم، أنا جاوبت لك إياهم. حلو؟ قلنا نفس المثال 7-2 بده نفس الرسمة نفس كل إشي، بس حكالك شغلة، افرض إنه طول ألف باء بيساوي سين، طالب مني مجموعة شغلات بناء على إنه هو فرض إنه ألف باء شو طولها؟ سين. إذا صار طول الضلع حد ألف باء عبارة عن شو؟ عبارة عن سين، يعني أعطاني رقم حتى لو الرقم هذا أهبل سين يعني بضل مجهول، المهم إنه أعطاك إياه. إذا صار طول الضلع هاد يا كبير كليته بيساوي سين، يعني هاي شو بتساوي خاوة؟ سين، هاد لأنه الأضلاع متساوية، يعني هاي كلها شو بتساوي؟ برضو الإشي سين، لأنه هاي وهاي وهاي متساويات، يعني هاي سين. دال نزلت هون هذا الضلع قسمهم، يعني صار هذا الضلع اسمه نص سين
وصار هذا الضلع اسمه نص سين. اذا بما انه انت سين، الاضلاع شو مالها؟ الاضلاع متساويه، لانه شو؟ لانه مثلث متطابق الاضلاع. فبما انه انت سين، انت سين هاي كلها سين، هذا الضلع نزل نصف الضلعين، صارت هاي اسمها نص سين، هاي نص سين. تعال نحط ارقام من عندنا، افرض هاي 30 30، هاي كلها 30، يعني هاي 15 هاي 15. هل انت بتقدر تقول لي قديش جاب الزاويه ها؟ يلا يا كبير، جاب الزاويه ها اللي هي 30 تساوي المقابل على الوتر. قديش المقابل؟ نص سين. قديش الوتر؟ سين. اذا صار الجواب شو المقابل للزاوية هاي يا امي؟ هذا الضلع، هذا الضلع شو طوله؟ طوله نص سين على قديش الوتر؟ هاي الوتر سين. سين مع سين راحت، شو بصير؟ جاب التلاتين يساوي نص. هاي اول زاوية انت لازم تكون حافظها، هاي راح نجننك فيها، اذا بحكي لك راح تدرسها الف مرة قليل. بالعاشر كيمياء فيزياء رياضيات رح تستعمل جاب التلاتين والستين والخمسة واربعين بإذن الله بالعلمي وبالتوجيهي بلاوي فوق الألف مرة. احفظها من هلأ، خليك صاروخ فيها من هلأ. جاب التلاتين كام؟ نص. كيف عرفت يا مس؟ المقابل على الوتر. ودائما دائما دائما شو عرفك إنه هذا وتر؟ المقابل للزاوية 90 شو بيكون؟ وتر. جدا هالمادة حلوة، جدا لذيذة. طالب مني بالمثال 7-2، طبعا مثال مشروح محطوط في كتابة، بده اعرف الف دال قديش طولها. طالب مني اعرف طول جد طول الف دال. مين الف دال؟ هيها، هاي الف دال. انت بتعرف طول هاي وطول هاي من نظرية فيثاغورس. طيب لما اطلب منك اطول شباب، اول شيء يخطر لك نظرية فيثاغورس. نظرية فيثاغورس بتقول الوتر تربيع بساوي الضلع الأول تربيع زائد الضلع الثاني تربيع. من الوتر؟ هاي الوتر ألف باء، شو اسمه؟ سين تربيع، تساوي الضلع الأول تربيع، اعتبره أنه بدل، بصير نص سين كلهم مربعة، زائد الضلع الثاني تربيع اللي هو مين؟ ألف دال اللي أنا بدي إياه تربيع، بصير سين تربيع تساوي ربع سين تربيع زائد ألف دال مربعة. ونقول هاي هون، تنقلها بالإشارة السالبة، فبصير سين تربيع ناقص ربع سين تربيع بتساوي ألف دال مربعة. هاي سين تربيع شو معاملها؟ واحد، يعني بقدر أخليه أربعة على أربعة من مبدأ توحيد المقامات، فبتصير ربع أربعة أرباع ناقص ربع ليران، إن منها ربع ثلاث أرباع سين تربيع بتساوي ألف دال كلها مربعة. طب أنا بديش التربيع، تحت الجذر، تحت الجذر صح؟ شو بتصير ألف دال تساوي؟ سين تربيع مع التربيع بتروح تنزل سين، الأربعة تحت الجذر تنين بالمقام، فوق جذر الثلاث، فصار طول ألف دال جذر الثلاثة على اتنين سين. إذن هذا طولته، قديش هذا مقداره؟ هذا مقداره جذر الثلاثة على اتنين سين. الجذر بس لمين؟ بس للثلاث. طب مس انت طول تجيبها المقابل على الوتر، طب طولي لي جيبها، جيبها المقابل على الوتر. اذا هجبها هي مقابلها، المقابل على الوتر. حلو، كيف اطول جيبها؟ تعال نرسم هون جيبها. حفظت انت معاي؟ جيب الزاوية با تساوي المقابل على الوتر صح؟ يلا روح هون، هاي با ايش مقابلها؟ جذر الثلاثة على اثنين سين، مقابلها جذر الثلاثة على اثنين سين. ايش الوتر عندك هي انت؟ عندنا الوتر احنا يا عندنا يا شو؟ سين الوتر على سين صح؟ سين مع سين طارت، صارت جيب الزاوية با جذر الثلاثة على اثنين. طب مس هون الزاوية با عبارة عن شو مقدارها؟ 60. يعني عادي بدل ما احكي با اقول 60، يعني جيب الستين شو بيساوي يا امي؟ جذر الثلاثة على اثنين، هاي تاني زاوية يمكن فوق الالف مرة بعشر راح تاخدها. جيب الستين كام؟ جذر الثلاثة على اثنين. وجيب الثلاثين كام؟ نص. كتير مهمين. هلا انت فهمت المثال، بترجع بتعيد الفيديو من عند ما بلشت احل التدريب هذا، بتمسك دفترك بترسم بتبلش معي. طبعا هذا المثال هاي محلول عندك اياه هون، محلول.
هاي المثال، هاي التدريب، هاي المثال، هيهم جيب جذر 3 على 2، جيبها نص، قلنا بدلها بقدر احط 30 لانه ها عندي اياها 30 بالرسمه، وبا احنا طلعناها 60 فبقدر اقول جيب ال 60 كذا وجيب ال 30 كذا. هل يمكن استنتاج قيمه كل من جيب ال 30 وجيب ال 60 من خلال المثال السابق؟ نعم، ذال هي كانت نفسها شو عندي اياها؟ ها، وال 60 هي نفسها مين؟ با. فاحنا حفظنا جيب 30 نص جيب ال 60 جذري 3 على 2. بس السؤال الدرس خلص، هلا بده يعلمك كيف تستعمل الآلة الحاسبة. تعال أخليك خبرة بالآلة الحاسبة. هلا بدنا نتعلم مين؟ نتعلم الآلة الحاسبة، كيف ممكن أطلع منها الجيب والجتا. طيب ليش بدنا نتعلم آلة حاسبة وما آلة حاسبة؟ شباب كتير مهم هذا الدرس تدرس أول بأول، تمام؟ يعني ما يغرك إنه الدرس كتير سهل. الجيب التمام اللي هو الجتا نفسها بالضبط، إذا ما كنت متمكن هون كتير مظبوط رح تتغلب جدا جدا، لأنه حتصير تتخربط لقدام، تصير تقول أنا جيب ولا جتا، أنا ظل، أنا إيش بشتغل. فذا لازم تدرس أول بأول. هلا بدي أعلمك إشي، استخدام الآلة الحاسبة في إيجاد الجيب. قلنا الجيب بالإنجليش اسمه ساين، يعني اختصاره ساين، يقرأ ساين، تمام؟ شو يقرأ؟ ساين قلنا اختصاره هيك بتلاقيها الآلة الحاسبة. متى بستعمل الآلة الحاسبة؟ هلأ ماما الجيب انت بتقدر تجيبه من طريقتين. شو هما الطريقتين؟ أعطيك المقابل وأعطيك الوتر، يعني أعطيك أطوال أضلاع. إذا أعطيتك أطوال أضلاع تقسم المقابل على الوتر بتطلع معك الجيب. أو ممكن باستخدام الآلة الحاسبة. هلأ انت لازم تكون جدع في التنتين. احنا رياضيا لازم تستعمل هاي، فيزيائيا تستعمل الآلة الحاسبة، وممكن تستعمل الآلة الحاسبة لو أنا ما أعطيتك أطول أضلاع. يعني أنا من هون من هذا الدرس بدي أطلعك شطور بالآلة الحاسبة عشان أنت بالفيزياء خلصت الصاروخ. فمين بده يعلمك على الآلة الحاسبة عشان نطلع الجيب؟ إحنا هون برياضيات، تمام؟ إذا ما أعطيتك أطول أضلاع كيف بتطول الجيب؟ من الآلة الحاسبة بس. فبطلب مثلا منك هلأ أنا وياك حفظنا، حفظنا إنه جيب 30 نص وجاب الستين جذر 3 على 2، أنا وياك حفظناهم، واللي ما حفظهم بوقف الفيديو بحفظهم بعدين برجع أكمل معي. إذا أنتوا التنتين حفظنا جوابكم، كيف طلعناهم من أطول أضلاع؟ طب كيف نطلعهم من الآلة الحاسبة؟ شوف اختصارها ساين. بتجيب الآلة الحاسبة على تلفونك، عفونك، الآلة الحاسبة على الكمبيوتر تبعك أو على الآلة الحاسبة العلمية. هاي آلة حاسبة علمية، تمام؟ علمية لأنه فيها أكثر من اقتراع، أكثر من فانكشن، وأكثر من كبسة، وشغلات هيك مختلفين. بتدور هون على الساين، بتلاقيها هي موجود هون، هاي الساين، تمام؟ تكبس ساين، بتشغل آلتك الحاسبة، تكتب ساين أي زاوية إحنا بدنا، قلنا 30، ساين 30 كام؟ نص، هيها نص، تمام؟ إحنا أصلاً حافظينها إن هي شو؟ نص. إذا كيف ممكن نطولها زي هيك؟ تعال نجرب ساين 60، ساين 60 اللي هي 0.86، تمام شباب؟ انت دائما استغل اول خانتين، الخانة الثالثة بتقربها، يعني بعد الفاصلة العشرية خانتين، الخانة الثالثة بتقربها. الستة كبيرة محترمة بتعطي الستة الثانية واحد، فبصير الجواب 0. تعرف كيف نسجله؟ 0.87، بس ليش 8.7؟ هيو 0.8، الستة هاي محترمة راحت، الستة هاي محترمة بتعطي الستة هاي واحد، شو بتصير يا أمي؟ بتصير 7، فبصير 0.87. إذا هيك باستخدام الآلة الحاسبة كيف منطلع الجيب إذا ما أعطيتك أطول أضلاع، تمام؟ بتحط جيب الزاوية المطلوبة وبطلع معك الجواب، أي زاوية بدك إياها بطلع معك جوابها. هلا مش هون الفكرة، مش هون الحلاوة. الفكرة لو قلت لك إنه أنا في عندي زاوية جيبها كذا، هلا إحنا مو حافظين إلا هدول التنتين. الفكرة في السؤال واللفة والدوران إن أنا أصير أقول لك في عندي زاوية جيبها كذا، طلع لي الزاوية. مثلا أقول لك في عندي زاوية سين، ما بعرف من هي، جيبها، هات نحط أرقام من عنا، 0.7، تمام؟ هون شو بقول لك؟ شو هي الزاوية اللي جيبها كذا؟ هلا إذا أنت عندك أطوال أضلاع بتصير تقول المقابل على الوتر يساوي 7 بالعشرة. بعطيك يا المقابل يا الوتر، بخبي عليك ضلع وبعطيك ضلع تاني.
إذا أنت ما عندك ولا طول ضلع، كيف بتطول هاي الشغلة؟ تعال أعلمك، في إشي اسمه ساين إنفرس. إنفرس بالعكس. إذا كان أنت على الآلة الحاسبة باللابتوب مثلا، بيكون في إشي اسمه عندك إياه إنفرس، تكبس إنفرس بعدين تكبس ساين بعدين تكبس السبعة بالعشرة. إذا عندك آلة حاسبة علمية مثل هيك، بتقول هلا أنت ليش ساين إنفرس؟ ساين العادي إنك ساين الزاوية بتطلع. أنا عندي الجواب بس ما عندي الزاوية، فشو هي الزاوية اللي جيبها كذا؟ شو بنحط؟ ساين إنفرس. طلع إذا بتلاحظ هي الإنفرس، هي ساين الإنفرس، يعني بالعكس، قوة سالب واحد. تمام؟ كيف بتنطال؟ بتحط شيفت، بعد الشيفت بتحط ساين، فصار شوف مش ساين عادية، ساين قوة سالب واحد، هاي معناها ساين إنفرس. قديش الجواب بطلع معك؟ افتح قوس، احنا قلنا صفر سبعة بالعشرة، سكر القوس بطلع معك الزاوية، الزاوية تقريبا 44.4. إذا شو الزاوية؟ سين. إيش سين عندك إياها هون؟ 44.4، نفس المبدأ، بعد الهاي خانة واحدة إذا بدك زاوية، هاي الأربعة، اتنين بتعطيش الأربعة، صارت الزاوية تقريبا 44.4، جيبها سبعة بالعشرة. تعني العمل بالعكس، ساين 44.4 اللي طلعت معنا، احنا شو قلنا تقريبا؟ سبعة بالعشرة، هاي سبعة بالعشرة 0.6، التسعة بتعطي التسعة، شو بتصير؟ الستة بتصير سبعة بالعشرة اللي هي هاي. إذا هلا بدي أحكي لك شغلة، بتوقف الفيديو بتكتبه، خليك معي. لما بقول لك ما هي الزاوية، شو جيب الزاوية كذا، بتحط ساين مقدار الزاوية، ساين على الآلة الحاسبة ومقدار الزاوية. لما بقول لك ما هي الزاوية يلي جيبها كذا، يعني أنا اللي مجهول عندك يا زاوية. إذا لما بيكون المجهول مجهول زاوية، بتحط انفرس بعدينش ساين، يعني انفرس بعدين ساين. تمام؟ لما بيكون المجهول قيمة الجيب، بتحط ساين والزاوية. فهمت علي؟ إذا كان المجهول زاوية، أنا أعطيتك جيبها، قلت لك هي جيبها كذا، بس أنت تطلع لي شو هي الزاوية، بتحط لي الإنفرس للساين. إذا كنت طالبة منك أنا شو جيب الزاوية كذا، عن طريقين، يا أطول الأضلاع يا أما بالفيزياء الحاسبة، بتمسك الآلة الحاسبة بتقولي ساين الزاوية كذا، لأن أنا بعطيك أصلا قيمة الزاوية. هلا في أمثلة أسئلة لحالها ما بتنحلش إلا بالآلة الحاسبة. افتح معي ندردش صفحة 73. هاي طبعا لازم يكون عندك بالديجري الآلة الحاسبة. كيف بتعرف انه بالديجري ولا لا؟ هاي حرف الدي الصغير، بتعرف انه هو بالديجري، طلع لك الزوايا المقدار، اذا ما كانت بطلع معك زوايا متخلفة مو زي ارقامنا. تمام؟ بتفتح الآلة الحاسبة هاي، اذا كما يستخدم في ايجاد الزاوية اذا علم قيمة الجيب. اذا انا اعطيتك الجيب والمجهول الزاوية، فانت بتعطي انفرس بعدين ساين. هاي كأنه على الآلة لابتوبك على كمبيوترك بيكون هيك الآلة الحاسبة. إذا الآلة الحاسبة العلمية بتحط شيفت الساين. تمام يا أمي؟ هاي هيك معطيك مثال هون بحكي لك، إذا علمت أن جيب السين نص، شو هي الزاوية اللي جابها نص؟ إحنا حافظينها، شو الزاوية اللي جابها نص؟ طلع هون مين المجهول؟ المجهول عندك إياه الزاوية، فبحط إنفرس ساين النص طلع معك 30. تعال نجربها. إذا ما هي الزاوية اللي جابها نص؟ بس أسأل نفسي هيك، بحكي إنفرس الساين، بفتح قوس بقول إيش اللي هاي؟ نص. إذا ساين إنفرس للنص، شو الزاوية اللي جابها نص؟ لما بكون في إشي اسمه سالب واحد فوق، هذا معناه إنفرس، يعني شو الزاوية اللي جابها نص؟ بطلع معك الجواب الزاوية، شو الزاوية؟ 30. أوريدي إحنا حافظينها أصلا. تمام؟ بناء على الإشي اللي حكيته راح نحل هلأ مثال 7 5، وحنحل مثال 7 6. مثالين موجودين معك بالكتاب، هدول ما بينحلوا إلا بوجود آلة حاسبة. كيف بتعرف؟ لما أطلب منك قيمة زاوية أو أعطيك زاوية وأعطيك أطول أضلاع، بخبي عليك ضلع واحد مثلا وبقول لك يلا دبر حالك. هلأ أنا بخاف عليك من شغلة واحدة، إنه أنت ما تعرف تستعمل الزاوية الآلة الحاسبة ولا لا. إذا طلبت منك الجيب، أنت ممكن تجيب الجيب بطريقتين، بطريقة الآلة الحاسبة وبطريقة أطول أضلاع، وأعطيك المقابل والوتر. هلأ إذا أعطيتك الجيب وأعطيتك الوتر بدك تطول المقابل، هون خاوة رح تستعمل الآلة.
إذا أعطتك الجيب وأعطتك المقابل وخبيت عليك الوتر، هون برضه بدك تستعمل شو؟ الآلة الحاسبة. زي ما قلت لك المادة جدا سهلة، بس إذا أنت ما تدربت وإيدك سلكت الموضوع رح تضيع. يلا مثال 7-5 بيقول: قام لاعب بالتزلج من تلة ارتفاعها 100 متر وقياس زاوية الميل عن السطح الأرض 18، هي قياس الزاوية درجة. كما في الشكل 7، كلمة كما في الشكل 7-10 بدك تحبها أكثر من حالك، لأنه كلمة كما في الشكل عن هو راسم، بس هو يرسم نص الحل خلص، بس لما أنت ترسم إذا رسمت غلط كل رسمتك غلط، حلك غلط. فهون كتير لذيذ إنه هو أصلا رسمها ومريحني منها. احسب طول مسار التزلج لام. حلو، هاي المثلث قائم الزاوية بغض النظر عمو بتزحلق عمو بتزحلق إيش، صف عندك مثلث قائم الزاوية بغض النظر عن الأخ اللي بتزلج. هون لام المجهولة معطيك الزاوية ومعطيك الضلع المقابل إلها. وهو شوف لازم بس يعطيك زاوية يعطيك ضلع مقابل إلها عشان تستعمل الجيب. الدرس الجاي بيعطيك زاوية مجاور إلها، بس إحنا هلأ بعطيك الزاوية ولازم أعطيك المقابل لها. بدي أطلع لام. لام عبارة عن وتر. أنت يا مس قبل 5 دقايق قلتي لي وتر طول ضلع بتستعمل فيثاغورس. حلو، يلا فيثاغورس طول الضلع تربيع، صار ضلع أول تربيع صار ضلع تاني تربيع. هاد ما بتعرفوش هاد ما بتعرفوش، فيثاغورس خلاص انتهت إقامتها، رح تبطل تعرف تحل عليها. طب كيف أحل زي هيك مثال؟ بما إنه أعطاك زاوية وأعطاك الضلع المقابل لهاي الزاوية روحت، شو منقول؟ جيب ال 18 يساوي المقابل على الوتر. جيب ال 18 بالطول من الآلة الحاسبة، مقابل معك إياه صف عندك ضلع ناقص. قلت لك قبل شوي القصة للمرة الألف، رح أعيد لك إياها لأنه أول مرة بتعرفهم. أعطيتك جيب الزاوية أو أعطيتك الزاوية أو جيبها، مش مشكلة زاوية أو جيبها، وأعطيتك مقابل كيف طول الوتر من الآلة الحاسبة. أعطيتك الوتر والزاوية أو جيبها كيف طول المقابل، قلنا من الآلة، الوتر من الآلة. إذا صار عندي السؤال، جيب ال 18 يساوي المقابل على خالته مين؟ الوتر. إذا جيب ال 18 يساوي المقابل على الوتر. قديش المقابل؟ 100. قديش الوتر؟ لام. هلا عندي مجهولين، جاب ال 18 ولام. جاب ال 18 من طن من وين؟ بطوله من الآله. اذا روحت خلص، هاي معك اياها وهي معك اياها، صف مجهول واحد. ما احنا مشكلتنا انه كنا مع مجهول واحد صف سابع. باستخدام الآله جاب ال 18 طلع معك، تمام. هلا انا ما رح اركن عليك، تعال نحله مع بعض بايدينا. يلا نطول ورقه. إذا قلنا يا مس جيب ال 18 يساوي المقابل على الوتر. جيب ال 18 بيساوي 100 على الوتر اللي هو أنا أصلا بدي إياه. جيب ال 18 بروح على الآلة بستعمله، لأنه ال 18 مو زاوية معروفة بعرفها، أنت زوايا هلا بتعرفها اسم الله عليك تنتين بس، ال 30 وال 60. بروح عند هون، أنت إيش بدك يا مس؟ بدك جيب، مش جيب انفرس، لأنه الزاوية معك. فساين 18.309، تمام. او بتنقي بس منزلتين، بس منزلتين بتنقي. يعني اذا قلت لي 0.31 صح، لانه التسعة بتعطي الصفر رقم فبتصير 31. حبيت هيك تكتبها حبيت هيك صح. هلا جوابك النهائي بيفرق عن جوابي باعشار. تاع الكتاب استعمل هاي، بدناش نستعملها بنستعمل هاي. شو بتساوي؟ 100 على الوتر. ما تخلي هيك شكلها، شكلها صعب عليك. تقول 31 على 100 امتى الفاصلة، بتساوي 100 في الوتر. ضرب تبادلي سابع، صار 31 الوتر بيساوي 1000، 10000 على 31 على 31، صار الوتر يساوي 10031. بما انك استعملت هنا الآلة استعمل هنا الآلة وطلعه، ما 10000 قلنا ضرب، يلا ضرب شو تقسيم قصدي 31، تمام. شو بيطلع معك الجواب؟ 3 هي 2.58. 8 بتعطي 5، 1 بتصير شو؟ 6. هذا طول مين؟ هذا طول الوتر سنتيمتر. اذا الوتر هيك طلع معي منطقيا صح، لانه طول الضلع 100 والوتر هو اطول اشي في المثلث، فطلع اللي هو تزحلق ولام
300 فاصلة 22. تعال نشوف كتابك، لانه احنا اعتمدنا زاويه وكتابك فرق معنا هاي. شوف كتابك اخذ الزاويه كيف، ما قربها، احنا قربناها فطلع معاه 324 متر. تمام اوكي شباب، احنا طلع معنا 322 متر. يعني فرقت معك في ارقام بسيطه، ما في اي مشكله. طبعا طريقه حلنا احنا اسهل، اعتمد طريقه حلنا يا امي اسهل لك، انه بتفرط الفاصله بسطه مقام، تضرب ضرب تبادلي وبيطلع معك. شوف 322. هلا اذا بدك تقرب لبعد الفاصل عشان يطلع رقم بدون فواصل عشريه، السته بتعطي 2 فبتصير 323 متر مش سنتيمتر. تمام، هو طلع 324 متر عادي. ليش؟ لانه احنا ما اخذنا الزاويه زيه، احنا قربنا الزاويه لاول منزلتين بس، فما بفرق معانا، يعني ما رح نحاسبك بالدقه على الجواب النهائي. لا، او اذا كليتنا بنعمل كليتنا نتعامل انه الزاويه اول منزلتين، فهذا بينزل علينا القانون كلنا، الزاويه بتاخذ اول منزلتين، ثالث منزله شو بتعمل؟ اقرب، بتقربها، هيك بنطلع كليتنا خاوه نفس الجواب. وطبعا شو قال لك كلمه تقريبا؟ لانه هو في عنده فواصل قربها، هي كانت معه 323 وفرطها صارت 324. انزل على المثال اللي تحته 7-6، نفس المبدا. في لحظة ما كانت المسافة بين قمة برج ورأس ظله على سطح الأرض تساوي 15 متر، وكان جيب السين 6 بالعشرة كما في الشكل. كلمة كما في الشكل أحبها أكثر منك. يلا، هاي المسافة سين 15، شوف المعلومات اللي أعطاك إياها. كانت المسافة بين قمة البرج ورأس ظله، هذه قمة المسافة بين رأس البرج وقمة ظله 15. هاي الكلمة شو معناها؟ هاي معناها وتر. رأس البرج، قمة البرج ورأس ظله معناها الوتر. وكان جيب السين 6 بالعشرة، ممتاز. هون خب علي المقابل، بس شو أعطاني؟ الوتر. إذا بما إنه أعطاك سين وأنت بتدرس بالجيب، قلنا فوق لازم أعطيك المقابل، هون خب علي المقابل، بس بالمقابل شو أعطاني؟ الوتر. نفس المبدأ يا أمي، بقول جيب السين قال لك تساوي 6 بالعشرة، بس اطلع الانفرس تبعها. هلا شوف، لما بقول لك جيب السين 6 بالعشرة، اذا سالتك ما قيمه سين، اذا قلت لك ما قيمه سين، كيف بتطول سين؟ ساين انفرس، ساين انفرس لا، او انفرس الساين لا 6 بالعشرة، تطلع معك الزاويه. بس انا ما سالتك قديش سين، انا سالتك قديش قيمه فا. هلا قيمه فا بقدر اجيبها من قانون، بما انه انت عندك سين بتقابلها للزاوية. هذا الدرس كتير سهل لأنه أنت مش ماخذ لفكرة، درس الجيب بتصير تقول أنا استعمل الجيب ولا الجتا، عشان هيك بدك تتمكن هلا صح. بما إنه سين المجهول مقابل لها، فبحط جيب السين يساوي المقابل على الوتر. جيب السين أعطاك إياه، مش رح تستعمل آلة، تمام؟ والوتر أعطاك إياه، بتطلع هاي. فإذا الفكرة بس كيف تحذر إنه أنا أحط قانون جيب السين، المجهول مقابل للزاوية سين، والزاوية سين ما اعطاكش اياها بس اعطاك جيبها، ما هو لازم يا يعطيك اياها يا يعطيك جيبها، إذا اعطاك اياها نفسها بتستعمل الآلة بتطلع جيبها، بس هو أصلا سهل عليك، اعطاك جيبها دغري يا كبير، قال لك خذ هي جيبها مباشرة. جيب السين 6 بالعشرة، بروح على القانون، هذا عبارة عن مثال 7-6. الكتاب حله، بس إذا بدك تحله بطريقتي، هون أنا والكتاب واحد رح نكون. جيب السين يساوي المقابل على خلطة الوتر. جيب السين أعطاك إياه، قديش أعطاك إياه؟ 6 بالعشرة تساوي المقابل ف مجهولة هو بده إياها على الوتر، أعطاك إياه 15. ما بتحلها وهي هيك، شو بتعمل؟ بتخلي هاي عبارة عن 6/10 تساوي ف على 6/10 ف 15. حلو، أنا فصلتها هاي، بتعرف تتعامل معها مباشرة يا ريت يا حبذا، بس ما بتعرف هيك أسهل لك. يلا ضرب متبادل، 6 × 15 تساوي 10 ف. حكيت لك اياها بسابع، اوعك تضربهم مع بعض، دائما اقسم اول لانه اكيد حيكون معك اختصار. ف تساوي 6 × 15 × 10. هلا على 10 على 5 فيها ب 2، على 5 فيها ب 3، صف سابع بنختصر. حلو، اختصر لك بلون ثاني، اختصرت ال 15 على 5 في 3، 10 على 5 فيها في 2، تمام. هلا 2 2 بواحد، على 2 فيها بثلاث، 3 بثلاثة 9 متر، وروحت. إذا كتير سهل لأنه ما أعطاك سين بس أعطاك جيبها، للمرة الألف تحملني.
شو عرفك انه انا فابه طولها من المقابل؟ لانه الزاويه اللي انت معطيك جيبها، انت لحالك اعرف شو كلمه جيب. جيب معناها مقابل عوتر، قانون الجيب مقابل عوتر، هي المقابل هي الوتر. حلو، مقابل مجهول، يعني اللي انت بدك اياه موجود في قانون الجيب، خلص روحت. تمام، كتير شباب لازم تتمكن من المادة وتدرس وتطبق في ايدك كل اشي علشان تفهم علي بالملي انا ايش بحكي معك. هلا لذيذ الموضوع، لما نفوت على الجتا بصير الموضوع عندك يا شوي زنخ. تمام، هلا نروح لوين؟ نروح لاسئلة الدرس. لاول مرة بتكون اسئلة الدرس بس صفحة واحدة، وجدا سهلين. تمام، يا خلينا نبلش للشباب هلا باسئلة الدرس. جيب الزاوية صفحة 75. تمام، هلا الأسئلة كتير سهلة ولأول مرة بتكون جدا قليلة وما فيها أفكار أبدا، كليتها أفكارها مباشرة وسهلة جدا. السؤال الأول بقول لك ألف با جيم مثلث قائم الزاوية في با، فيه ألف با تساوي 6 سنتي، با جيم 8 سنتي، جد كل مما يلي: طول ألف جيم، جيب الألف، جيب الجيم. هذا السؤال كامل حله عليك، لأنه أنا هلا بدك ترسم هذا السؤال. حلو، رسمة السؤال وتحديدك للزاوية صف سادس، صف سابع، صف ثامن. فإذا أنت رسمت غلط حتطلع كل شيء غلط. هذا السؤال بحث كامل عليك. حلو شباب، بدك تحله أنت وتطلع إيش هو بده بالضبط. رح أورجيك الأجوبة النهائية، بس ضروري إنه أنت تحل الواجب. وشغلة أكد لك عليها شباب، مش الكل وصلت له، أي سؤال بدك إياها منا شباب وصبايا بتبعت لي على مسنجري. تمام، السؤال الأول رح يطلع معك هيك الجواب. طبعا أنت ألف با جيم مثلث قائم الزاوية في با، يعني الوتر بده يكون الضلع المقابل لبا، يعني ألف جيم حيكون وتر. فلما بسألك جد ألف جيم يعني هو بده الوتر. أنا معطيتك 6 × 8، هذا مثلث مشهور. نظرية فيثاغورس بتطلع ألف جيم، جيب ألف مقابل عوتر، جيب جيم مقابل عوتر. فجدا سهل هي أجوبته. ألقط الأجوبة، حلو، سجلهم عندك هلأ هلأ هلأ، امسك سجل عندك قبل ما تكمل حل معي. تمام، يلا روح السؤال الثاني. السؤال الثاني كتير بيشبه الأول، مش كتير بيشبه، نفس الأول: سين صاد عين مثلث قائم في صاد، نفسه 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 نفسه، بس هحلل لك الفرع الثاني بإيدي عشان أورجي كيف ترسم فتتعلم من السؤال الأول. ولأنه بهذا السؤال فرع جيم عندك إياه بفرق هون، هون تطوله بسهولة وهون بسهولة، بس فكرته حلو بتحلك يا أنا، ومنه بتتعلم كيف الأول حتحله. تمام، يلا كيف نرسمه؟ طلع شو بحكي لك. بحكي لك السؤال: سين صاد عين مثلث قائم الزاوية في صاد، فيه سين صاد 5، صاد عين 12. أهم شي رسم قائم الزاوية وين في صاد. بترسم مثلث قائم الزاوية وبتحط محل ما هو قائم عند مين؟ هاي قائم عند صاد، هاي كتير مهمة، قائم في صاد. هلا شو اسمه؟ سين صاد عين، صاد بالنص، فهون سين سين صاد عين. إذا بتحب تسمي سين صاد عين فيش مشكلة، بس المهم إنه هاي هي شو بالنص، سين صاد عين أو سين صاد عين نفس الشيء، قائم في صاد. إذا هذا هو الوتر، لأنه المقابل لا الزاوية القائمة هو الوتر. فيه سين صاد 5 سنتي، يلا هلا سين صاد 5 سنتي، صاد عين 12 سنتي. إذا إذا ما سميت صح بطلع جوابك غلط. إذا سين صاد 5 سنتي، صاد عين 12 سنتي. جد أول مطلب سين عين، نفس هاد وتر، عشان هيك بقولك هدول السؤالين نفس بعض بالضبط. إذا أنا بدي مين؟ سين عين. سين عين اللي هي عبارة عن شو؟ اللي هي عبارة عن الوتر. فأنا الوتر كيف بطوله؟ بطوله من نظرية فيثاغورس، ضلع أول تربيع زائد تاني تربيع بيساوي وتر تربيع، معك ياهم التنين خلص صح. إذا الوتر تربيع بساوي الضلع الأول تربيع زائد الضلع الثاني تربيع، صح؟ يعني 25 زائد 144 يعني 169، يعني الوتر لحاله 13. ليش؟ لأنه هذا الوتر تربيع، ف 169 تحت الجذر شو بتصير؟ 13. يعني أنت بتاخد هاي تحت الجذر، ماشي يا أمي؟ جيب الزاوية سين، هاي سين، شو جيبها؟ المقابل على الوتر. إذا جيب السين بتقول لي ما السين نفسها مقابل على وتر. يلا إيش مقابلها؟ 12. إيش وترها؟ 13. فهي 12 على 13. حلو؟ هلأ جيم
جد قياس الزاوية يصير مستخدم من الآلة الحاسبة، وبدون ما أقول لك آلة حاسبة، لما أقول لك جد زاوية أبتدي أطلع لها بالآلة الحاسبة. إذا أنا ضل علي فرع جيم أطلع مين؟ سين. جيب السين اللي هو المقابل على الوتر، يعني جيب الزاوية سين بساوي 12 على 13، أنا بدي سين. فشو بسأل حالي؟ ما هي الزاوية، لأنه سين مجهولة، ما هي الزاوية التي جيبها 12 على 13؟ يلا على الآلة، هاي بدها ساين ولا ساين انفرس؟ يلا جاوب، ساين ولا ساين انفرس؟ ساين، لأنه ساين انفرس، لأنه أنا ما هي الزاوية اللي جيبها كذا، فأنت بحاجة تستعمل مين؟ بحاجة تستعمل ساين انفرس. فبقول شفت الساين، بما إنه ماما بسط مقام، افتح قوس ارتب، تفتح قوس 12 تقسيم 13، سكر قوس، تمام؟ إذا ساين انفرس 12 على 13 بتطلع معك الزاوية 67.38. احنا قلنا بعد الفاصلة شو؟ خليها تعطيها صفر، او يعني 67.38، هيها سين تساوي 67.38، والافضل انك تخلي هاي لمنزل واحدة، 8 بتعطي 3 بتصير 4، فبتصير سين تساوي 67.4. اذا ما هي الزاوية اللي جيبها كذا؟ طلعناها. حلو، هيك السؤال الأول والثاني خلصنا. تعال نشوف الثالث إيش بده. يلا احسب جاب الزاوية ألف وجاب الزاوية باء في الشكلين التاليين. أحلى إشي لما يرسم، شوف طوشش الجواب. بدي جاب الزاوية ألف، هاي ألف، ألف شو جابها؟ مقابل على الوتر. طب المقابل معك يا والوتر معك يا، روحت 9 15، بدوش إشي، كتير سهلة، كتير كتير سهلة. روح هون، بدي جاب الزاوية باء، باء المقابل الوتر، لا ما سمعيش المقابل بس معي الوتر. مقابل وين بدي اجيبه؟ يا باي مثلث كتير كبير بقدرش اجيبه. حتى هاي لو معي مثلا هذا الضلع، بتقول ان الوتر تربيع، بسوي الضلع الاول تربيع زائد هذا التربيع، بتطلع من فيثاغورس، بس اصلا فيثاغورس بتزبط معك، بس انت ما معك الا ضلع واحد. اذا كيف بدك الطول انت جاب زاوية؟ كيف بدك الطول جاب الزاوية؟ شو قلنا؟ جاب الزاوية بيجي يا من أطول أضلاع يا من آلة حاسبة. أطول أضلاع ما زبطت معي لأن أنا معي مقابل بس معيش الوتر. إذا لا الجيب معي ولا الوتر معي، هاي الطريقة تفشل، بروح طريقة مين؟ الآلة الحاسبة. بقول أنت بدك جيب مين يا مس؟ بدك هون جيب با، صح؟ جيب با شو بتساوي؟ ما هي با 30، يعني جيب 30 يعني نص. إذا با جبة معروفة اللي هي مين؟ 30، جيب 30 نص، فخلص روح السؤال. حلو؟ هلأ هو طالب جيب ألف جيب با لمين ماما؟ لهاي لحال ولهاي لحال، إحنا هون طلعنا ألف وهون طلعنا با، ضل علي أطلع هون جيب مين؟ جيب با هون. قديش قيمة جيب با؟ جيب با هون هي عبارة عن المقابل على الوتر. قديش المقابل هاد؟ بعرفوش، بس بستعمل نظرية مين؟ خالتك فيثاغورس. أختك فيثاغورس شو بتحكي؟ بتحكي فيثاغورس. هلا من طول هون شو؟ يلا بدك الطول جاب با، جاب ألف سهلة، جاب با اللي هي عبارة عن المقابل على الوتر. حلو؟ كيف بطول المقابل على الوتر؟ هاد ما بعرفه، من وين بجيبه؟ بجيبه من الفيثاغورس. بتقول 9 15 تربيع تساوي 9 تربيع زائد جيم ألف تربيع. 15 تربيع، قديش عندك 15 تربيع؟ 15 في 15 يعني تطلع معاك 225 بتساوي 81 زائد جيم ألف تربيع ناقص 81 ناقص 81، صارت جيم ألف تربيع بتساوي إيه منها 81؟ قديش؟ 5 بتصير 44، 144 تربيع. تحت الجذر، تحت الجذر بتصير شو اسمها؟ 12. إذا هذا الضلع شو اسمه؟ اسمه 12. جيب با، جيب با شو بيساوي؟ المقابل على الوتر، يعني 12 على 15. خلص، إذا يا أما مباشر يا أما بطول ضلع بعدين بطوله بالفرعين. هون إيش بده؟ هون بده جيب الزاوية ألف، هاي بتطلع معك بطريقة مثلا تيجي نفكر انك تصوت على مثلا هاي بعرف انها 30 وهاي 90، قديش بضل هاي؟ شوف التفكير كيف. هون بدك جيب الزاوية ألف، المقابل على الوتر، عندك الوتر بس معكش المقابل، بقدرش احلها زي هيك، هاي معروفة 30، قلت جيب 30 وسهلة طلعت معي. شوف الأفكار ما أحلاها. طيب كيف ممكن أطلع جيب الألف؟
جيب لها كيف تطلع معي. شوف بدها تركيز هاي وصحصح، لانه هذا السؤال قوي. جيب الالف بالفرع الثاني هون قوي جدا، اكتبها عندك هاي قوي صح. هاي 30، هاي حتكون زيها هون 90، يعني الف هاي شو رح تكون؟ 60. 60 90 30 180. هلا هذا المثلث بعرف فيه بس هاي، هاي 90 هاي. بما انه انت نازل خط هون وعمودي، بدك تغش شغله، بما انه نازل الخط من الراس فوق لتحت وكان عمودي، مين قال لك عمودي؟ السؤال قال لك عمودي. بما انه عمودي يعني جيم تنصفت بالنص، بما انه هاي 60 هاي شو بتطلع؟ 60، يعني هاي شو بتطلع؟ 30. يا بوي محلاها. كمان مره جاب سهله 30، حطت على الاله الحاسبه، جاب بال 30 نص، ووصل بدون اله حاسبه، قلنا لازم نكون احنا شو حافظينها. تمام. هلا هاي 90 وهي 30 يعني هاي 60. بما انه في خط عندك نازل من راس الزاويه الى القاعده وكان عمودي، يعني هذا الخط نصف الزاويه الراس. هاي 60 من المثلث هذا، غشيت انها 60، يعني هاي شو بدها تكون؟ 60. يعني كل المثال لولا هاي ما بيطلعش ولا إشي، لانه 90 30 تمام 120، هذا بضل 180 60، فطلعت معك 60. وجيم منصفه بالنص لانه هذا الخط اللي نازل تحت عمودي تحت نصفها، فخلى هاي تصير برضه شو؟ برضه 60. 60 90 يعني هاي شو؟ 30. اذا جاب الالف هو نفسه جاب ال 30 وجاب ال 30 نص. جدا قوي هذا الفرع، كثير مهم، ادرسه مرتين ثلاث شباب. اسال حالك سؤال، من وين جبت هاي؟ من وين جبت هاي؟ من وين جبت هاي؟ هلا فرع 4 5 6 بنحلوش الا بوجود اله. بس كيف عرفتي؟ طلع معطيك زاويه. لما سؤال يعطيك زاوية يعني انت شو بدك تسوي؟ بدك تستعمل الآلة علشان تطلع قديش جيبها. تمام؟ وخصوصا ان انا كيف عرفت انه كمان اعطاك زاوية طول ضلع واحد، ما اعطاكش ولا اطوال تانيين. انت بتعرف اطوال الاضلاع من فيثاغورس، بس فيثاغورس لازم يكون معك طولين، والطول الثالث انت معكش الا واحد. التانيين من وين اجيبهم؟ من جيب هاي. نفس الشيء هون وهون. يلا السؤال الرابع بيقول جد طول لوح تزلج، هيو احلى اشي انه مرسوم، الاشي المرسوم بجنن. جد طول لوح تزلج يرتفع احد طرفيه عن الارض 2 متر، بترجم لك 2 متر، ويصنع طرفه الاخر مع الارض زاوية قياسها 24. تمام؟ بده طول لوح التزلج هاد، جد طول لوح التزلج بدي هاد، هاد شو اسمه؟ هاد اسمه وتر. ممكن اجيب الوتر من نظرية فيثاغورس، وتر تربيع، الضلع الاول تربيع زاد الضلع الثاني تربيع، يعني هاد تربيع زاد هاد تربيع، بس انا هاد معيش اياه، روحت، بعرفش اطلعه، بستغل هاي. هاي الزاوية اسمها 24، انا مو دارس لغاية الان الا الجيب، لسه ما درست الجتا، عشان هيك تدرس الجتا بتصير تحضر، انا جيب ولا جتا؟ عشان هيك بدي اياك تدرس اول باول. ما بقدر اعرف الا الجيب. هلا لو طلعت جيب ال 24 بالآلة الحاسبة هي عبارة عن المقابل على الوتر، واصلا الوتر انا بدي اياه. اذا حط قانون مين؟ حط قانون الجيب. هاي السؤال الرابع، ما عندي خيار الا استعمل جيب ال 24 واحط قانونها. شو قانونها؟ المقابل على الوتر. اذا جيب ال 24 هي عبارة عن المقابل على الوتر. المقابل اعطاك اياه 2 سنتي 2 متر، فبقول 2 على الوتر المجهول. جيب ال 24 بطولها من وين؟ الآلة الحاسبة. اذا صار في عندك هون كم مجهول؟ 1 2 3، بس انا معطيتك هاي وهاي وهاي، بعطيك اياها اصلا السؤال بده اياها. حلو. كمان مره للمره الالف ومية، كيف عرفتي الوتر بنطال من نظريه فيثاغورس؟ بس لازم يكون هدول معروفين، بما انه بس وحده معروفه والثانيه لا، بستفيد من هاي الزاويه. جيب هاي الزاوية هو عبارة عن المقابل على الوتر، طلع خالص. بروح على الآلة الحاسبة، انت بدك ساين ولا ساين انفرس؟ ساين، عندك الزاوية. فبتقول جيب ال 24 يا ماس بساوي 0.4067. احنا بناخد كم زاوية؟ بتقول 0.41، خلينا منزلتين، الستة بتعطي الصفر بصير واحد. تيجي هون كيف بنحلها هاي؟ سهلة، بتقول 41 على 100 بتساوي 2 على الوتر ضرب تبادلي، بتصير 41 الوتر بتساوي 100 في 2 على 41 على 41. راحت راحت، صار الوتر يا كبير شو اسمه؟
تمام صح؟ يلا بطرت شو بصير؟ شو بتقدر تختصره؟ 100 في 2 على 41 تمام؟ يلا ايش بتطلع معنا؟ تمام؟ بتطلع معنا يا بتستعمل آلة حاسبة يا اما بتحاول تبسط اكتر ايش اختصرت وتتركها. هلا ممكن انه على هاي بواحد وع هاي 41 على 2 بتصير 20.5، مو فبتصير 120.5، مش كتير منظرها لذيذ. فلو اخذت لي اياها زي هيك عادي. هلا بما انه انت اصلا 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 ما بتطول جيب ال 24 آلة حاسبة، يعني حيكون معك آلة حاسبة لهذا السؤال عشان تطلع جيب ال 24، فطلع جيبها، طلع 100 في 2 على 41 تمام؟ يعني ما في مشكلة لو استعملت الآلة هون وطلعتها. أول شي كيف؟ يعني يا أما بتختصر يا أما بتصير تقول لي بس 100 في 2 على 41 تمام؟ 4.87، لأنه أنت هيك هيك معك آلة تطلع هاي. حلو يما؟ يعني يا بتتركها هيك يا أما بتستعمل الآلة علشان أنت تطولها تمام؟ سؤال خمسة بيقول هاوز ها واو زين مثلث قائم الزاوية في واو. هون القائم فوق صار، الله يرضى عليك يا امي. حتى لو الزاوية القائمة فوق، احنا دائما الزاوية القائمة نحب تكون قاعدة تحت. هذا شو اسمه؟ هذا اسمه وتر. ليش؟ لانه دائما مقابل الزاوية القائمة اسمه شو؟ وتر. كما في الشكل، اثبت انه جيب ال 45 واحد على جذر التنين. هلا رح اثبت لك اياها وبدك تحفظها وتضمها لجيب ال 30 وال 60 اللي اتفقنا نحفظهم. ماشي؟ يلا. تمام؟ اذا جيب ال 45 واحد على جذر التنين. حلو؟ روح على المثلث هذا. هذا المثلث ايش بيقول؟ هذا قائم، هذا اسمه وتر. هلا بما انه هذه سين وهذه سين، الله يرضى على اسمك، يعني هذول التنتين متساويتان، يعني زوايا القاعدة متساوية، يعني هاي برضو رح تكون شو؟ 45. هو بقول لك اثبت انه جيب ال 45 واحد على جذر التنين. هلا تعال نوصل لهون. هاي ال 45 ايش جابها؟ المقابل على الوتر، لانه هاي التسعين القائمة، فهذا شو اسمه؟ هذا اسمه وتر. على فكرة شباب وانا بحل وبطلع هون في غلط بالحل، ما بصير جيب الف هيك تطلع. هلا ذكرني ارجع احل لك اياها. تمام؟ كمل معاي هون. هلا هون الوتر مقابل للزاوية القائمة، فاحنا عنا بنقول المقابل للزاوية على الوتر. انا الوتر ما عندي اياه، بس انا عندي هدول الطلعين. اذا اول اشي بدنا نوجد مين؟ بدنا نوجد الوتر. بس تطلع الوتر بتطلع اللي بدك. اذا قانون فيثاغورس، الضلع الاول تربيع زائد الضلع الثاني تربيع. الوتر التربيع اللي انا بدي اياه بساوي الضلع الاول تربيع س، الضلع الثاني تربيع س. فاذا س تربيع زائد س تربيع، س تربيع مع س تربيع 2 س تربيع، هذا شو اسمه؟ الوتر تربيع بساوي 2 س تربيع. تحت الجذر صار الوتر يساوي الاثنين ما لهاش جذر، بس س لها جذر. اذا جذر الاثنين س. بروح هون، هي مثلث قائم، هذا اسمه وتر. جيب ال 45 اللي أنا بدي أثبتها، جيب ال 45 شو بتساوي؟ المقابل على الوتر. إيش المقابل عندك إياها؟ المقابل سين، حتى لو اعتبرتها هاي نفس المقابل. إذا هاي مقابلها سين، فبكتب سين على قديش قيمة الوتر؟ جذر التنين في السين، طلعتها فوق. سين مع سين بتروح بصير واحد على جذر التنين، تم الإثبات، تم البرهان. كتير لذيذ هذا السؤال، فكرته بس يا كبير انه الزاوية القائمة قبلها الوتر. فانت عشان الطول جايب ال 45 بدك المقابل على الوتر، الوتر ما بتعرفه بطوله من ظريف فيثاغورس، كله بعيد نفس الشيء. تنساش هلا نرجع نعيد هاي، في هون غلط. سؤال 6، شجرة ارتفاعها 10 متر، هاي شو على طولها؟ 10 متر. كما في الشكل، كلمة كما في الشكل رح بأكثر من نفسك. إذا كان جيب الها نص، جد المسافة بين قمة الشجرة ورأس الظل. إذا جيب الها نص، انت لحالك بتعرف انها شو قيمتها؟ 30، بس ما بتفيدني. اذا جيب لها نص، جد المسافة بين قمة الشجرة ورأس الظل. قمة الشجرة ورأس الظل، هاي الظل. اذا بده مين؟ بده الوتر. هاي الكلمة شو معناها؟ معناها وتر. والله مو مستاهل نحله على الورقة، بس يلا. هاي سؤال 6 بيقول شجرة ارتفاعها 10 متر، انت معكها وتر كيف بالطوله؟ نظرية فيثاغورس اول اشي بيخطر لك، بس لازم طول نظرية فيثاغورس يكون معك ضلعين. عندك هاي، بس هاي ما عندك ياها، فبصير عندك كم مجهول؟ الوتر. وهاي غلط، هون كنت بعرف التنين،
فعرفت أطلع الثالث حتى لو السينات رمز. هون ما عندكش إلا هاي، فإذا نظريت فيثاغورس بشطب عليها. هلا بستفيد إنه أنا عندي الها، بقول جيب الها يساوي المقابل على الوتر. بتعرف هذا السؤال بالضبط 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 عبارة عن مثال ستة، نفسه بالضبط. معطيك الجيب، هاي معطيك الجيب، نفس المبدأ. بستفيد من جيب الها، مش هو أعطاك جيب الها، استفيد منها. يلا اكتب لي قانونها. جيب الها شو قانونها؟ مقابل على وتر. جيب الها أعطاني إياها 5 بالعشرة، شو المقابل؟ اللي هو طول الشجرة 10. شو الوتر؟ اللي هو بدي إياه المسافة من قمة الشجرة واصل الظل، اللي هو مين؟ الوتر اللي معي شيا. المس حكت لي عشان تحل بتخلي هاي 5 على 10 تساوي 10 على الوتر. 100 تساوي 5 في الوتر، على 5 على 5 الوتر يساوي 20 متر. بس إذا هذا قديش طوله؟ 20 متر. إذا كانت الشجرة ارتفاعها 10 متر، ظلها رح يعمل وتر، اللي هو الوتر حيكون طوله 10 20 متر. حسيت حالي أسرعت بالحل لأنه أنا بحل انتبهت لهاد. هذا ما بصير هيك أحل لك إياه. ليش بصيرش؟ أقول لك شغلة، مش أنا اتفقت معك إنه أنت 30 أنت 60 أنت 90، شغلك صح، شغلي أنا صح. هلا لما نزلت هذا العمود، أي نعم نصف خلق زاوية 90، بس لازم تكون شروطه تنتين، إنه يخلق زاوية 90 وينصف هاي، بالتالي بنصف فوق. أنا اعتمدت إنه نصف فوق لأنها عمودية، بس لا، هو نصف فوق وعمودية هون، بس ما نصفش تحت. هلا أنت بالنظر طول هاي زي طول هاي؟ لا، اصبر علي دقيقة أرسم لك إياه. تقريبا يعني هو هيك جيم، بدي ارجع ارسم لك اياه لان انا خربشت خربوشات الدنيا في كتابي، فما حيبقى واضح كتير على في كتابي. قال لي انه هاي 30، رح ارجع اشرح لك اياه، رح ارجع اشرح لك اياه من الاول وجديد. انا طالبه جيب الباء وطالبه جيب الالف، تمام؟ بس ننقل المعلومات. اللهم اعطاني بس هيك. يلا يا كبير، قلنا جيب الباء مباشره، جيب البال با نفسها 30، في نفسها جيب 30 وتساوي نص، سهلة روحت، صح؟ بعدين قلت لك معلومات خاطئة، كانت تقول إنه هانتي 90 فأنت 60، أنا لغاية الآن هلأ صح، أنا هيك صح 100%. مجموعهم قديش يما؟ مجموعهم 180 درجة. هلأ حكيت لك أنا إنه هاي 60 لأنه هذا عمود نازل من فوق لتحت، فبما انه عمود حينصف الزاويه فوق. غلط، احنا اتفقنا شرطين في تامن، انه ينزل عمود وينصف الضلعه هاي. بس هلا انت بالمنطق والمنظر شوف بكتابك لسه اوضح. العمود لما نزل هون نصف هدول، يعني هاي الضلع نفسها، لا طبعا مبين انه هاي اطول من هاي، بالتالي انت نزلت عمود بس ما نصفت تحت، بالتالي ما بقدر اقول انه نصف فوق. يعني لازم ينزل عمود وينصف تحت فبنصف فوق، تمام؟ إذا ما بقدر أقول إنه هاي 60 زي ما حلت قبل شوي، إذا حلي قبل شوي لما قلت لك إنه هاي 60 غلط. طب مس كيف أطول ألف؟ أعطاك من السؤال إنه هاي 10، هو من السؤال أعطاك إياها إنه هاي 10 سنتي. جيب ألف، جيب ألف شو بتساوي؟ المقابل على الوتر. يعني الوتر عندك يا 10، بس المقابل مس أنا ما بعرفه. مقابل هذا المقابل، هذا الضلع اسمه مقابل. مقابل للزاوية ألف وبرضه مقابل للزاوية 30، فأنا من الفرع السابق بقدر أحله. مش إحنا اتفقنا إنه جيب 30 نص، جيب 30 نص، صح؟ من جيب 30 نص أنا بقدر أطلع مين؟ هذا الضلع، لأنه هذا الضلع مقابل لإلها. هاد أعطاك إياه 5 سنتي، فباجي هون بقول جيب الباء اللي هو نفسه جيب 30، أنت قلت لي إنه نص، وهو نفسه المقابل على الوتر. المقابل اللي انا بدي اياه لالف وبدي اياه لبالا وكيلك، هي المقابل حيوان هذا. فبنزل المقابل نفسها على الوتر. قديش الوتر؟ انا بتعامل مع زاوية 30، المقابل على الوتر يعني على 5. المقابل على 5 شو بتساوي؟ الخمسة بالعشرة. بضرب ضرب تبادلي فبقول 25 بتساوي 10 في المقابل، على 10 على 10. اذا المقابل شو طوله؟ طوله 2 سنتي ونص. اذا هاد شو طوله؟ 2 سنتي ونص، لأنه 2 سنتي ونص على 5 بيعطيك هاي. إذا جيب الزاوية 30 المقابل على الوتر، أنت بعرفك نص، صح؟ فنص بتساوي 2.5 على 5، فعلا نص الخمسة 2.5. من هون طلت أنا مين؟ طلت هاي، عشان هيك على فكرة عن جد السؤال قوي.
حرفيا قبل، يعني انا مستك غلطت وقلت لك هاي اتسمتها بالنص، بس احنا ما انتبهنا وانا ما انتبهت انه هي ما نزلت بالنص هون وهون، لو نزلت بالنص بكون حلنا الاولاني صحيح. اذا جيب الف هو المقابل على الوتر، هذا المقابل ما بعرفه جبته من 30، انت 30 بعرف جيبك، جيب ال 30 نص وهو المقابل على الوتر، فحليت مثل هيك وطلعت انه انت 2 ونص. هلا جيب الف شو صار المقابل؟ 2 ونص، 2 ونص على 10، صحي نفسها 25 على 100 صح؟ ضربته انا في 10 في 10 من الطريقه اللي بتحبها، وبقدر اقول لنفسها واحد على شو؟ على 4. تمام يا امي، نقصت هذا الخطا الفني، بس انه انت يعني هلا انت وانت تحل السؤال الثالث اذا ركزت معي وكنت منتبه وحسيت بالغلط يعني حتتوتر لاخر الفيديو لما تكتشف انه انا رجعت حليته من اول وجديد. هيك الدرس الاول خلص، لاول مره بخلص درس بهالسرعه لانه جدا سهل. ادرس امي اول باول، الله يرضى عليكم. اي شيء للمره الالف ابعثوا لي على حسابي على الماسنجر ضروري، اي شيء بدكم اياه ابعثوا لي اياه، اسئله عندي على حسابي، ويعطيكم الف عافيه يا رب.